والمهم يا كابتن خالد، يمكن احنا عشان ملامسين او متواصلين مع الفرقه على طول وعارفين كارترول، لو تلاحظ من اول ما جه بيحب اوي المعسكرات الطويله، صحيح. وهو اول 3 ماتشات هيعسكر قبلها ب 48 ساعه. فعلا اول 3 ماتشات، انا افتكرت الماتش ده بس. لا لا لا، اول 3 ماتشات هيعسكر قبلها ب 48 ساعه. هو حابب دي من ايام ما كان في برج العرب في اخر 7 ماتشات في الدوري اللي فات، هو حابب دي قوي. بس خايف اللعيبه تزهق. لا لا لا، بالعكس. ما هي دي بقى ايه، هي دي بقى لو تشوف التدريبات او تشوف الفيديوهات اللي احنا بنعملها وبننزلها على السوشيال بتاعت النادي او الموقع، لا في تدريبات ترفيهيه، في عامل كوكتيل هو من عامل التدريبات، حالة وخصوصا ان هو في ملف خاص بكل لاعب بالنسبه للقياسات البدنيه بشكل يومي. بشكل يومي، يعني انا ما اعتقد ان كارتيرون بيشتغل 48 ساعه في ال 24 ساعه، مش فتره التدريب بس.